صباح الخير لجميع مشاهدي الام تي في. اليوم الثلاثاء 26 شباط 2013، حلقه جديده من بريس فيو على الساعه 7:30 ولمده نص ساعه من الوقت تقريبا، بنجول فيها على ابرز صفحات الاولى من الصحف الصدر والموزعه لليوم وابرز العناوين. البدايه لليوم مع صحيفه السفير والعنوان الاول: جنبلاط يحاور المستقبل بمشروع الحكومة وميقاتي يشجعه، السلسلة تطوق أربابها والدولة مخطوفة. من هالعنوان المحلي من صحيفة السفير عم نتابع إلى عنوان آخر من الصفحة الأولى: إسرائيل أمام غضب الضفة، قنبلة مؤقتة تحرج السلطة وأوباما. كمان عم نتابع إلى عنوان آخر من سوريا: كيري يلتقي لافروف اليوم، قرار في أصدقاء سوريا حول المراحل المقبلة. المعلم من موسكو: جاهزون للحوار بما في ذلك مع من حمل السلاح. كمان من عناوين الصفحة الأولى من السفير والعنوان الأخير: تعاون أمريكي إسرائيلي، اختبار صاروخ هيتس 3. عم نتابع وإلى خانة عيون لنبدأ مع الخبر الأول. فوجئ مرجع بارز باستمرار المماطلة في قرار مصادر تمويل الرتب والرواتب، بالرغم من أن طبخة الحل كانت قد أنجزت في الأسبوع الماضي. أرسلت وزارة الخارجية المصرية طاقما دبلوماسيا جديدا إلى سفارتها في دمشق، وكذلك فعلت دول غربية أخرى كانت سحبت بعثاتها الدبلوماسية ومنها تشيكيا. تحدث مرجع أمني أمام زواره عن رصد سيارة متفجرة في منطقة لبنانية من دون أن تعرف وجهة استخدامها. لم يحسم حتى الآن موعد زيارة رئيس الحكومة لموسكو، فيما أرجأت دوائر السراي موعد زيارة كانت مقررة إلى بوخارست. من أخبار خانة عيون من صحيفة السفير إلى صحيفة الجمهورية والعنوان الأول: المستقبل أعد مشروعا مختلطا على قاعدة انتخاب 68 نائبا بالأكثري و60 بالنسبي. ميقاتي: لن أوقع الأرثوذكسي. تفاصيل هالعنوان المحلي الخاص بالانتخابات النيابية، تفاصيله بالصفحة رقم 2. وعم نتابع أيضا محليا من صورة بصحيفة الجمهورية من الصفحة الأولى: من يحمي أولادنا من الخطف؟ وعم نشوف الطفل محمد عواضة بعد عودته إلى بيته من بعد عملية الخطف. كمان بمتابعة لعناوين صحيفة الجمهورية من الصفحة الأولى عم نتابع: صادر للجمهورية هذا رأيي في القضاء والداتا والمحكمة. سفير النرويج للجمهورية على الأمم المتحدة حل الأزمة السورية. وبالعنوان الأخير: زاسبيكين للجمهورية، لقاء برلين هدفه تفعيل بيان جنيف. عناوين دائما منشوف تفاصيلها داخل الصحيفة، وعم نتابع أيضا مع الصفحة الرابعة وتحديدا إلى أسرار الجمهورية. نبدأ مع السر الأول: أكدت أوساط مطلعة على التحضيرات الجارية لزيارة مرجع ديني كبير إلى روسيا بأن استقباله سيكون أشبه باستقبال الرؤساء والملوك والكبار. يتجه زعيم وسطي لدعوة قيادات من المعارضة السورية في ذكرى اغتيال والده منتصف الشهر المقبل، وقيل أن تسريب هذا الجو قبل أكثر من أسبوعين الهدف منه تلمس ردود الفعل عليه. وبالسر الأخير: كشفت أوساط وزارية أن الحكومة تتعرض لضغط مزدوج، مرة من حلفاء النظام السوري للمشاركة في الألعاب الأولمبية في موسكو العام المقبل، ومرة أخرى من معارضي النظام محليا وعربيا للمقاطعة بغية توجيه رسالة اعتراضية على موقف موسكو من الأزمة السورية في ظل مقاطعة عربية شاملة لهذه الألعاب. عم نتابع حالتنا وإلى صحيفة النهار بالعنوان الأول من الصفحة الأولى: دفع غربي نحو توافق واستحقاق في موعده، تصعيد كبير في المواجهة النقابية الحكومية. عم نتابع محليا من صحيفة النهار: مفدا سليمان وميقاتي يعرضان صيغة مختلطة قوامها 68 للأكثري و60 للنسبي. كمان من العنوان المحلي عم نتابع إلى عنوان آخر خاص بالأوضاع السورية من صحيفة النهار: المعارضة السورية تشارك في مؤتمر روما بعد وعود بمساعدات نوعية تلقتها من كريم. كمان من سوريا: المعلم أبدى استعداد الحكومة السورية للحوار مع المعارضة المسلحة.
كمان من عناوين النهار: لا تفويض واضح في الانتخابات والأزمة الإيطالية مرشحة للاستمرار. من إيطاليا إلى عنوان أخير من الصفحة الأولى: الضفة على فوهة الانتفاضة الثالثة، نتنياهو يطالب السلطة بوقف العنف. من الأوضاع الخاصة بفلسطين وإسرائيل إلى داخل صحيفة النهار وإلى خانة أسرار الآلهة: يقول مسؤول سابق إن المسيحيين وضعوا بين خيارين صعبين، إما تحقيق المناصفة الفعلية باعتماد المشروع الأرثوذكسي وخسارة نصف لبنان، أو التغاضي عن المناصفة ليبقى كل لبنان. سمع إسلامي متشدد يقول إن استمرار الخلاف على المناصفة قد يعيد البحث في حصة كل مذهب من المقاعد النيابية والوزارية، وذلك وفقا للعامل العددي. في معلومات لمصدر دبلوماسي أن تكليف روسيا معالجة الأزمة السورية هو أول استجابة لطلب وزير الخارجية الأمريكي الجديد جون كيري، الذي قال إن روسيا تريد رحيل الأسد ولكن بطريقة معينة وتوقيت معين. كمان من صحيفة النهار عم نتابع إلى صحيفة الأخبار بجولتنا على عناوين الصفحة الأولى. بنبدأ مع العنوان الأول: الانتخابات إلى تشرين الأول. كمان هيدا السؤال منشوف تفاصيله بالصفحة رقم 2، والصورة بعنوان: صيدا اغتيال هوية. كمان تفاصيل هالعنوان وهالصورة بالصفحة رقم 6 و7، ومنتابع العناوين: الموظفون المنتفضون يكسرون الحواجز والمدارس الخاصة بين ارتباك والتزام. 1620 مليون دولار أرباح المصارف، سواب ويوروباوند بمليارين ونصف. ياسين بقوش: دمشق تبكي زمن الهنا، كم أضحقت قاتليك. عم نتابع مع صحيفة الأخبار وتحديدا إلى خانة مقلة ودل. أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أنه لن يطلب منح رئيس فرع المعلومات العقيد عماد عثمان قدما استثنائيا للترقية يتيح له التقدم على من هم أعلى رتبة منه بين مرؤوسيه. وقال ريفي أن طلب منح عثمان قدما استثنائيا مرتبط حصرا بتحقيق إنجاز نوعي في عمل فرع المعلومات لتبرير مكافأة عثمان. ننتقل إلى صحيفة صدى البلد وعناوين الصفحة الأولى. بالعنوان الأول والرئيس: الاهتراء الأمني المعيشي يسابق بت مصير الانتخابات. أما الصورة كمان عم نتابع فيها محليا بعنوان: حصار السلسلة، وبإشارة إلى التصعيد يلي أشارت له هيئة التنسيق النقابية، طبعا تصعيد بالأيام المقبلة. منتابع إلى عنوان آخر: فلسطين تشيع جرادات وفتح تصاعد. أما العنوان الخاص بالأوضاع السورية: كيري يعد المعارضة السورية بقرارات حاسمة. بداخل صحيفة صدى البلد وتحديدا إلى خانة خفايا البلد، نبدأ مع الخبر الأول: بعض الشركات المملوكة من شخصيات قريبة من قوى 14 أذار تشارك بشكل فاعل في بيع مادة المازوت إلى الحكومة السورية واحتياجات أخرى. تردد أن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عزف عن العودة إلى لبنان بعد نصائح تلقاها بأن وجوده في هذه المرحلة الحرجة خطر جداً. بدأت بعض الفعاليات في منطقة الهرمل تعبر عن قلقها حيال التورط اللبناني في الأزمة السورية بسبب انعكاسها السيء على العلاقات على ضفتي الحدود. كمان من عناوين صحيفة المستقبل بين عناوين محلية وإقليمية ودولية، عم نبدأ مع العنوان الأول: المعلم يدعو المسلحين إلى الحوار والجيش الحر يشترط وقف النار ورحيل الأسد. الائتلاف إلى روما بعد وعود من كيري بمساعدات نوعية. أما بالعنوان الثاني الخاص بالأوضاع المحلية، بنبدأ: السنورة بحث مع الراعي أفكارا للخروج من المأزق، وكبارة يحمل الحكومة والأجهزة مسؤولية الفلتان في طرابلس. بري يربط استمرار موت المشروع الأرثوذكسي بعدم إحياء قانون الستين.
كمان من عناوين صحيفة المستقبل: خامنئي يتدخل لتطويق الانشقاقات في حزب الله العراقي، وزرقاوي الشيعة في بغداد بعد تفاقم الاحتقان المذهبي. عم نشوف كمان بالصفحة الأولى من صحيفة المستقبل هيدي الصورة وبعنوان: المازوت اللبناني إلى سوريا بحرا. تفاصيل هيدا العنوان منشوفها من الصفحة الأولى إلى صفحة رقم 11 من صحيفة المستقبل. إلى خانة يقال من الصفحة رقم 2، والبداية طبعا مع الخبر الأول. يقال إن مرجعا كبيرا ومرجعا نيابيا يتقاطع كلامهما في مجالسهما الخاصة على أن مشروع اللقاء الأرثوذكسي مات. يقال إن مبعوثا دوليا معتمدا في لبنان يبدي قلقا كبيرا من احتمال حصول تطورات أمنية في الجنوب. ويقال إن نائبا جنوبيا من تيار أكثري يتابع باهتمام بالغ ملف عائلة أحد عملاء إسرائيل التي سلمت نفسها في الأيام القليلة الماضية. من عناوين صحيفة الحياة بنبدأ مع العنوان الأول: المعلم مستعد للحوار مع من يمسك السلاح، وكري مع الحل السلمي. من هالعنوان المحلي إلى عنوان خاص بالأوضاع العراقية: التخويف من عودة الحرب الأهلية أفضل مادة دعائية يستخدمها السياسيون العراقيون. بغداد الجميع يراهن على التصعيد المذهبي ويحشد أنصاره استعدادا للانتخابات المحلية. دعا إسرائيل إلى إطلاق الأسرى الفلسطينيين ومحاكمتهم. بان يؤيد تحقيقا مستقلا في مقتل جرادات. كمان من هالعناوين العربية إلى عناوين صحيفة الشرق الأوسط. بالعنوان الأول منبدأ: أوجلان دعا من سجنه لهدنة تبدأ في عيد نوروز. مفاوضات حل شامل تركي كردي تشمل الأوضاع في العراق وسوريا. إلى سوريا من صحيفة الشرق الأوسط: كيري يهاتف الخطيب لإقناعه بحضور مؤتمر روما، سنتخذ قرارات مهمة. المعلم يدعو لحوار ولافروف يخشى تقسيم سوريا. أما بالعنوان الأخير: نجاد يدعو لعلاقات أمنية مع دول الخليج وأبو ظبي الجزر أولا. نتوقف مع أول بريك إعلاني بحلقتنا لليوم وبنرجع لنتابع بريس فيو. خليكم معنا. نرجع على بريس ريفيو لليوم وعناوين صحيفة اللواء. والعنوان الأول المحلي: بري يتهيب الجلسة العامة لطرح الأرثوذكسي خوفا من اتساع الشرخ المذهبي ولقاء بين الجميل والسنورة ليلا. النقابات والحكومة من يصرخ أولا. ميقات يقترب من موقف الهيئات. شل البلد أهون شرا من الانهيار النقدي. السعودية تدين محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين. وإلى سوريا: لافروف للمعلم، الحوار الآن أو انهيار الدولة. الائتلاف يتجاوب مع دعوة كيري للمشاركة في مؤتمر روما. كمان من عناوين صحيفة اللواء إلى مصر: المعارضة ترفض عرض مرسي للحوار وتتجه لإعلان مقاطعتها للانتخابات اليوم. إلى صحيفة الأنوار بالعنوان الأول: الأضراب يقفل جميع المدارس والنقابات تدعو لزحف على بيروت غدا. كمان من الأوضاع المحلية: الطفل المخطوف عوضة عاد إلى والديه. انفجار سيارة في دمشق والمعارضة تشارك في مؤتمر أصدقاء سوريا. مواجهات في الضفة وتخوف إسرائيلي من انتفاضة. المعارضة المصرية ترفض دعوة مرسي للحوار. من عناوين صحيفة الديار البداية مع العنوان الأول والرئيس: 6 لفرنجية، 18 لجميل، 20 لجعجع و20 لعون. الصيغة المطروحة لتوزيع المقاعد والأرثوذكسي يلغي الأحزاب العلمانية. الأضراب يتوسع ليشمل المدارس وربما المصارف. 80,000 موظف وعامل أضربوا والحكومة لم تقدم حلا. كمان من صحيفة الديار عم نتابع: صحيفة الرياض تنتقد اللبنانيين، الميقاتي له مصالح مالية مع الأسد.
من صحيفة الشرق بنبدأ مع العنوان الأول، التنسيق قطع طرقات المدارس واعتصمت أمام المركزي والغرفة. الحر استقالة الأسد هي المدخل، الحوار المشروط. كمان تفاصيل هالعنوان الخاص بالأوضاع السورية بالصفحة رقم 12، وباقي العناوين منتبعها بالتفاصيل داخل صحيفة الشرق. من عناوين صحيفة لوريان الجور الصدرة باللغة الفرنسية وبترجمة سريعة لعناوين البداية مع العنوان الأول كمان الخاص بالأوضاع المحلية، احتجاجات على مشروع القانون الأرثوذكسي. النظام السوري يبدي استعداده لمحاورة الثوار بعد الضغوط. سلسلة الرتب النقابات لا تستسلم. إلى عناوين صحيفة ديلي ستار الصادرة باللغة الإنجليزية وأيضا بترجمة سريعة لعناوين البداية مع سوريا. كيري يقنع المعارضة السورية بالقدوم إلى روما. ولاية المجلس النيابي قد تمدد لسنتين. الإضراب يزداد زخما والمدارس الكاثوليكية تقفل أبوابها تضامنا. مع العنوين من صحيفة ديلي ستار نتوقف مع تاني بريك بحلقتنا لليوم وبنرجع لجولتنا على الصحف العالمية، خليكم معنا. نرجع لنتابع حلقتنا لليوم نبرس فيو مشاهدينا وبنبدا جولتنا على الصحف العالميه لليوم مع صحيفه واشنطن بوست الامريكيه وتحت عنوان الاعلام الرسمي الايراني هو ايضا غير مسرور بجوائز الاوسكار. كمان فينا نقول انه نشرت صحيفه واشنطن بوست صوره من وكاله فارس الايرانيه بتظهر فيها السيده الاولى ميشيل اوباما وهي عم تعلن من البيت الابيض الفائز باوسكار افضل فيلم لعام 2013 وهو فيلم ارجو. بالتفاصيل فينا نقول أنه وكالة فارس قامت بتعديل فستان السيدة الأولى وغطت أكتافها لتظهر أكثر احتشاما. هيدا الموضوع فينا نقول أنه أشارت له أيضا صحيفة جاردين البريطانية داخل عددها الصدر اليوم، فأشارت إلى أنه فيلم أرجو يتحدث عن عملية أنفية الأمريكيين لتحرير 6 دبلوماسيين أمريكيين احتجزوا كرهائن بإيران بفترة السبعينات. واعتبر البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه ميشيل أوباما صارت هلأ جزء من الحرب الأمريكية على إيران. عم نشوف الفرق بين الصورة خلال توزيع الجوائز، الصورة الأولى والصورة الثانية من وكالة فارس الإيرانية. من صحيفة واشنطن بوست إلى صحيفة نيويورك تايمز يلي اخترنا منها اليوم موضوع خاص بسوريا والعنوان كان على الشكل التالي. السعودية تمد المعارضة السورية بأسلحة كرواتية. هالعنوان الخاص بالأوضاع السورية منشوف تفاصيله داخل صحيفة نيويورك تايمز. عم نتابع جولتنا أيضا إلى الصحف العالمية وإلى صحيفة لوموند الفرنسية كمان من المواضيع الخاصة بسوريا. نشرت داخل صفحاتها اليوم تحقيق خاص عن رسام الكاريكاتير السوري علي فرزات وعنونت قلم علي فرزات ضد النظام السوري. فينا نقول أنه علي فرزات هو رسام سوري كانت السلطات السورية قامت باعتقاله بوقت سابق وقامت بكسر أصابعه لمنعه من الرسم والتعبير عن رأيه المعارض للنظام. أما الصورة اليوم يلي عم نشوفها بالصفحة الأولى من صحيفة لوموند بيظهر فيها فرزات عم بيرد على طريقته على عملية اعتقاله وتعذيبه. وأيضا الصورة حملت توقيع علي فرزات، ولكن فينا نقول أنه هالرسم منه خاص بعلي فرزات إنما رسم خاص بشخص مجهول الهوية واختار التوقيع عليها باسم فرزات. تفاصيل هالصورة وهذا التحقيق منشوفه داخل صحيفة لوموند. كمان من صحيفة لوفيجارو الفرنسية عم نتابع إلى عنوان خاص بإيطاليا وكمان تناولت هذا الموضوع منشوف تفاصيله وترجمة سريعة للعنوان.
فينا نقول بالعنوان أوردت صحيفة لوفيغارو إيطاليا خطر التعطيل بعد الانتخابات. ويبدو أن عدوى التعطيل انتقلت إلى إيطاليا أيضا بعد الانتخابات يلي صارت نتائجها حاسمة. فينا نقول أنه لم تأتي نتائجها حاسمة، مما ينذر بأزمة سياسية ستدخل فيها إيطاليا بالأيام المقبلة. وبصحيفة غارديان البريطانية العنوان خاص بالفاتيكان، كنا أشرنا بحلقة سابقة عن موضوع اتهامات أحد أبرز الكرادلة البريطانيين بالقيام بأعمال غير لائقة. منتابع هذا الموضوع أيضا من صحيفة غارديان البريطانية، واللي اليوم عنونت على صفحتها قرار البابا أجبر الكاردينال أوبراين على الاستقالة. وبالتفاصيل أن الكاردينال أوبراين من اختار الاستقالة منعا لتحول الاتهامات يلي وجهت له إلى أزمة بظل التطورات يلي عم بمر فيها الفاتيكان واستقالة البابا من منصبه. مع العنوان من الفاتيكان ومن صحيفة غارديان البريطانية منختم حلقتنا لليوم مشاهدينا. أكيد منشوفكم بكرة على الساعة 7:30. إلى اللقاء.